واحد الحاجه في الدنيا كتروني باش كنفكر فيها. ملي كتفكر في راسك باش كنتي بويضه جنين خلقتي صغير وبقيتي كتكبر بشويه بشويه، كل ذره خديتيها باش تكبر، كل ذره ديال الكربون اكسجين الكالسيوم ولا الحديد اللي كتكونك خديتيها يا اما من الارض يا اما من شي حيوان اللي خداها من الارض. منين جاو هاد الذرات؟ طبعا الارض ماشي ديما كانت بحال هكذا. الارض تكتلات بفعل الجاذبيه من واحد السحابه ديال الغبار الكوني كانت في البدايه ديال المجموعه الشمسيه. هاد الغبار الكوني منين جا؟ جا من البقايا ديال النجوم ما تقبل. حنا نوعا ما وليدات ديال النجوم اللي عطاونا هاد الذرات ملي ماتوا. التلسكوب ديال هابل مكن من الحصول على صور حقيقيه رائعه ديال هاد النجوم وهي كتشتت البقايا ديالها في الكون. هذا سميتو سديم عين القط. عناصر بحال الكربون والاكسجين هنا تكونوا لاول مره وتشتتوا في الكون. هذا سميتو سديم السرطان ونتج عن انفجار هائل ديال واحد النجمه. انفجارات من هاد النوع سميتهم سوبر نوفا، كيتكونوا فيها عناصر بحال الذهب ولا الحديد ولا اليورانيوم. بين عام 2002 وعام 2006 تلسكوب هابل بقى مركز على واحد النجمه انفجرات وشتتت الذرات ديالها في الكون. هاد الفيديو اللي غادي تشوفوه هو عرض مسرع ديال الصور الحقيقيه اللي التقطتها عدسه هابل. هاد الغبار الكوني اللي لفضاتو هاد النجمه يمكن يغدي شي سحابه اللي يمكن شي نهار تتكتل وتعطي كوكب بحال ديالنا، وربما يمكن شي نهار تعطي وليدات ديال النجوم وحدين اخرين بحالنا.